سنة 99 ميلادية عندما تزوجت بدأت السمنة تزداد يوما بعد يوم حتى تعديت سن 40 فزادت السمنة وأصبحت سمنة متعبة. كنت في الأكل أكل بشراهة كثيرة وأكثر الوجبات في الليل، أنام وبطني مليان، وفي النهار أكل نفس الشيء، كان عندي أكل مفرط. ارتفع عندي الضغط والكسترول والدهون الثلاثية، وعانيت من السمنة في النوم وفي الصلاة، أصلي على كرسي، وكان وزني في ذلك الوقت 121 كيلو، وكانت عندي معاناة أثناء النوم الشخير وعدم الراحة، عندما أنام على جنب واحد لازم أتقلب مرتين ثلاث. ويمكن أنام لي ساعتين وأصحى والشكاليط والحلاوي عند رأسي لازم أخذ منه، لما أقوم الصبح أخذ من الشكاليط. فقبل 12 سنة كنت منوي أن أقرر العملية في ذلك الوقت، ولكن علمت الوالدة ومنعتني على العملية خوفاً عليه. وبعد مرور 12 سنة وافقت الوالدة على العملية، واتجهت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أنا قابلت الدكتورة فادية في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، فألزمتني بالحمية قبل العملية. كان فقط في مرحلة السمنة الأولى، يعني مؤشر كتل الجسم فقط 30، فإحنا أعطينا برنامج حمية غذائية منخفض السعرات الحرارية، ونصحنا بأنه يزيد النشاط البدني. فعندما ذهبت منها خربط في طريقة الغذاء شوي، زاد الوزن، بدل ما ينزل زاد الوزن، وحاولت بجميع الوسائل إلى أني أخفف ولكن ما في فائدة. معك دكتور محمد عبد الله، دكتور استشاري جراحة السمنة في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط. أهلا وسهلا فيك. كيف هي خدمتك اليوم؟ والله دكتور أنا مؤخرا صراحة بعاني من زيادة الوزن ومش عارف شو أعمل بالضبط، يعني عم بواجه مشكلة في حياتي العملية يعني. أوكي. هل تعاني من السكر أو الضغط أو أي أمراض وزنية؟ لا ما في عندي سكر يا ضغط. حتى استعان بالأدوية اللي تنقص الوزن، بس هالأشياء كلها ما فادت معه في تنزيل الوزن المطلوب لتركي. عشان هيك اكتشفنا بعد 3 سنوات إنه السيد تركي انتقل من مرحلة السمنة الأولى إلى مرحلة السمنة المفرطة. بعد ما أمضى فترة تبين عدم جدوى هذه الوسائل في إنقاص الوزن، وبالتالي كانت توصيتنا بإجراء عملية تكميم المعدة. فالعملية هي الوسيلة للحل مع الاهتمام منك في غذائك وفي حركتك وفي أمورك. فقررت أنا العملية وطلبت منه. تم معاينة الأخ تركي في العيادة، وتم عمل إجراءات من ضمنها فحوصات مخبرية وصور بالأشعة، زائداً بعض التقييمات من قبل فريق متعدد الاختصاصات بمرض السمنة. Now we are going to start your EEG
It will monitor your brain activity during your sleep. I will just clean it wherever I have to put the wires. I will just clean this area. Basically, a whole body monitoring procedure. We will be monitoring your sleep quality, your sleep architecture, how much deep sleep you are getting, how much light sleep you are getting. Mm-hmm. We will be monitoring your breathing. If there is any problem in your breathing, we will be monitoring your leg activity. So we will come to know about all the sleep disorders that you have. If you have any breathing problem, so there will be a pulse pulse oximeter and respiratory bells. After we are done with all these wires, I'm gonna move you to the bed, and there you can sleep. I will monitor you for 6 to 7 hours. You can turn on your left side, right side, any position is fine. So I will be monitoring you throughout the night. Now, are you ready to move to the bed? Yeah. Okay, let's move to the bed. قبل العملية أجرى لي عدة فحوصات، منها فحص مختبر النوم وإشعة وتعالي كاملة، وحولوني على دكتور النفسية وقابلني مقابلتين. تركي arrived at the hospital struggling with obesity with preoperative psychological assessment for bariatric surgery. Turkey was cleared from a psychological point view. حولناه على دكتورة التغذية ودكتور النفسية للمراجعات وتحاليل الدم لنعرف إذا هو عنده أي مشاكل في الدم أو لا. البروتوكول كتير بسيط. أول ما تدخل المستشفى راح تكون على سوائل صافية لمدة يومين، شوربة، جلو، عصير بدون سكر. ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة السوائل الكاملة. بعد ما تطلع من المستشفى لمدة أسبوع منضيف سوائل فيها بروتينات، سواء حليب، لبن، روب، شوربة مصفاية، نعطيك مكمل غذائي فيه بروتينات عالية وبدون سكر. الهدف كان من هاي الزيارات إنه إحنا نصحح بعض العادات التغذوية السيئة والأنماط السلوكية السيئة التغذوية للسيد تركي، ونساعده إنه حتى يزيد من النشاط البدني عشان نساعده في مرحلة ما بعد العملية إنه يحصل على أعلى النتائج. قمنا بإجراء العملية عن طريق جراحة المنظار. العملية استغرقت تقريبا ساعة بما فيها تخدير عام. كل هذه العمليات يتم إجراءها تحت البنج الكلي أو البنج العام أو التخدير العام. ميزة هذه العملية عملية تكميم المعدة هو وقع خفيف على الجسم من بين كل عمليات إنقاص الوزن. فترة التعافي منها عادة تكون فترة قصيرة، يمضي المريض في المستشفى يوم واحد فقط. بعد ما نقلوني إلى غرفتي قابلني الدكتور وتحمد لي على السلامة، والحمد لله بفضل الله كانت عملية ناجحة 100%. تركي، السلام عليكم يا تركي. الحمد لله على السلامة. العملية خلصت وكل شيء تمام الحمد لله. كيف أنت مرتاح؟
لله بفضل الله كانت الأمور تمام التمام، وطمني الدكتور طلعت الشبعان والطاقم الطبي الذي معه عن أن العملية ناجحة تمام وكل شيء مضبوط، والحمد لله قعدت عندهم يومين وخرجت إلى البيت والحمد لله. السلام دكتور، كيف الحال؟ الحمد لله. خبروني ليلتك كانت كويسة. والله الحمد لله الحمد لله، واخذت شاور الحمد لله. ممتاز، خبروك ها؟ الحمد لله. وهيك لابس شابك مستعد؟ الحمد لله. فحص دمك اليوم كويس طبيعي؟ طب ممتاز. مرت عليك أخصائية التغذية، خبرتك شو الشغلات اللي لازم تشربها؟ اجت لعندي والله وحكت لي انه انا لازم اشرب هذا. ممتاز، واعطتك البرنامج. مظبوط صحيح، واعطتك المكملات اللي راح تحتاجهم اول اسبوعين. صحيح صحيح. ممتاز ممتاز. اذا اليوم الحمد لله بامكانك تروح، وراح نعطيك موعد نشوفك بالعياده ان شاء الله خلال اسبوع ان شاء الله. تمام تمام، حاول تمشي، تبدأ من الآن تمشي نص ساعة يومياً إن شاء الله. إذا ما قدرت تمشي نص ساعة كاملة امشي ربع ساعة وربع ساعة إن شاء الله، مجموعة نص ساعة. أي إن شاء الله. وأشوفك على خير إن شاء الله بإذن الله. شكراً كثير دكتور. جي لك وصفة، رح نعطيك دواء للألم. نعم. دواء للوعة عند اللزوم تستعمله. ممتاز. ودواء حماية للمعدة، هذا أول شهر فقط. ممتاز. تمام تمام، لكن دواء الألم ودواء اللوعة عند اللزوم تستعمله إن شاء الله. أشوفك على خير إن شاء الله. الله يجعلك بخير. من بعد إجراء عملية السمنة لازم أن المريض يتابع مع دكتورة التغذية ومع دكتور جراحة السمنة، ويأخذ الجدول الغذائي المناسب اللي يوفر له ويخوله أنه ينزل بالطريقة الصحيحة من الوزن الزائد. بعد الجراحة يخضع لبروتوكول تغذية خاص في 4 مراحل، فيمر في مرحلة السوائل، بعدين نعطيه سوائل كاملة لمدة أسبوع، ثم طعام مهروس لمدة أسبوع، بعدين طعام طري لأسبوعين، فكان يجب متابعته عن قرب. تحسنت الحالة الصحية عندي تمام، كل شيء ضبط، الوزن والراعة في الممشى وفي الصلاة وكل شيء ضبط الحمد لله بفضل الله. الآن نتابع مع المريض، نضلنا متابعين معاه فترة ورا فترة، ونراجع معاه دائماً كمية البروتين، كمية السعرات الحرارية، الفيتامينات اللي بياخدها، الفحوصات الطبية الدورية، حتى نتأكد أنه هو ما قام بإنقاص العضلات من وزنه، فقط قمنا بإنقاص الدهون المتراكمة في الجسم. وجدت الآن الراحة والسعادة، وندمت كل الندم على الوقت الذي مضى مني وأنا في السمنة المفرطة. تركي كان قبل العملية وزنه 122 كيلو، وما شاء الله في غضون 6 شهور من بعد العملية فقد تقريبا 30 كيلو من الوزن الزائد. من المهم جدا من بعد هذا النوع من العمليات، وهذا الأمر تجلى بشكل واضح مع حالة الأخ تركي، الالتزام بنمط حياة صحي. وجاء بعد 3 أسابيع تفاجأنا أنه أيضاً نقص كمان 7 كيلو. سيد تركي كان من الأشخاص الملتزمين بالحمية الغذائية، كنا دائماً نراجع معاه كمية البروتين المتناولة، بالضبط قديش السعرات الحرارية اللي كان يأخذها كل يوم، كمية النشويات، كمية السوائل اللي كان يأخذها، إذا كان ملتزم بالحمية، إذا كان يتناول الفيتامينات في شكل يومي أو لا، ولكنه يعني كان ملتزم بالحمية فحقق نتائج جيدة. مدينة الشيخ شخبوط الطبية فيها كادر طبي رائع ومتميز جدا بفضل الله، لم أرجع سوى مرة واحدة أو مرتين أثناء العملية، وبعدها الحمد لله أنا طبيعي، أوكل وأشرب وأنام والتزمت بالتعليمات التي وجهني بها قسم التغذية في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية. فهاي النتائج اللي حصل عليها بنقصان 40 كيلو في خلال تقريبا 6 شهور كانت نتيجة رائعة، وأظن أنه هو كتير فرحان بهاي النتائج اللي
حصلها؟ والحمد لله بفضل الله ثم بفضل الكادر الطبي توصلت إلى هذه الصحة والعافية. أتمنى لتركي كل الصحة والعافية، وإن شاء الله يوصل للوزن المثالي اللي يرغب فيه. والحمد لله إن الحمد لله معظم المشاكل الصحية تم الانتهاء منها، وهو الآن بصحة وسلامة، وأتمنى له كامل الشفاء بإذن الله. أتمنى للأخ تركي ولجميع المرضى healthy life and a good health. لن يتم تحقيقها إلا إذا غير الإنسان من نمط حياته. ونتمنى للسيد تركي دوام الصحة والعافية، وأنه يوصل لوزنه المثالي، وأنه يكمل في الوزن المثالي للمستقبل. كانت معاناة كثيرة، ولكن الحمد لله بفضل الله تغيرت الحياة إلى الأفضل بكثير بكثير.